مرحبا بجميع لي سبورت جيمز. هي عدنا لكم في حلقه جديده من سلسله شرح الالعاب بعد غياب طويل، ليس لاسباب تقنيه او اسباب اللي عندها علاقه بالهوايه ديال البورد جيمز، ولكن هي اسباب شخصيه لا داعي للخوض فيها. جبت لكم لعبه جديده اللي هي سوشي جو بارتي، اللي هي النسخه الثانيه من لعبه سوشي جو، لعبه اللي تفاعليه وكتليق الجماعات العاب حفلات وجد رائعه لهذا النوع من التجمعات. اذا لعبه سوشي جو بارتي لعبه من 2 الى 8 لاعبين فوق سن الثامنه، والجولات قد تمتد الى 30 دقيقه. من تصميم فيل وركل هاردين ايلوستري بار نون رون سيما، اتمنى نكون نطقت الاسم صح. اذا نمر الان لشرح اللعبه. اذا نجد داخل علبه اللعب بطاقات تحت العديد من التصنيفات. عندنا لوح اللعب اللي تيكون فيه تشكيلات ديال الاكلات. لعبه سميتها سوشي جو بارتي، اي يكون عندنا اطباق ديال السوشي واطباق اخرى اللي هي اطباق يابانيه على ما اعتقد. عندنا لي بيون او الميبل ديال اللاعبين، حنا اختارين ان نلعبوا 4 لاعبين. القانون لا يتغير في كيف ما كان عدد اللاعبين باستثناء بعض البطاقات اللي هي 4 كتكون في بعض عدد اللاعبين، ما كتكونش في بعض عدد اللاعبين، غنشوفوها كملاحظه في الاخير. عندنا كتيب التعليمات اللي كيشرح لنا البطاقات وكيقترح علينا حتى مجموعه من التشكيلات، لان اللعبه مثلا عندنا لي سوشي دائما ثابتين، هذا ما كاينش بطاقه هنا، هذا ما كتحط فيها حتى حاجه. عندنا لي ماكي، عندنا مثلا ثلاثه لي ماكي كنختار وحده كنوضعها هنا من اصل ثلاثه. عندنا لي سوبليمون، كاينين 7 بطاقات سوبليمون كنختار منهم جوج. عندنا ثلاثه اور دوفر، ولكن في اللعبه عندنا 8 بطاقات اي كنختاروا ثلاثه من اصل 8. وعندنا لي ديسير، كاينين ثلاثه كنختاروا منهم واحده في الديسير. كيف قلنا كتيب التعليمات كيقترح علينا العديد من الموني، التشكيلات موني انفون، موني كلاسيك، موني ديكوفيرت، موني غورمي، موني افولونتي، سيربريز دو شيف، موني دو جروب، موني دامور. كتختار التشكيله اللي بغيتي تلعب بها، وكل تشكيله فهي كتكون عندها واحد الهدف. كاينه مثلا التشكيله اللي كتربح فيها بزاف ديال النقاط، كاين التشكيله اللي ملائمه لشخصين، كاين تشكيله بحال موني كلاسيك هو اللعبه الاصليه، يعني كان اللعبه الاصليه كانوا فيها هاد البطاقات، ما كانوش بطاقات جداد. فانت كتختار اللي بغيتي. حنا في هذه اللعبه كنعتقد اننا نختاروا موني ديكوفيرت، وغنشرح لكم فقط هذه البطاقات اللي غادي نوظفهم في موني ديكوفيرت. باقي البطاقات اكتشفوهم في الى شريتوا اللعبه، ولا كان عندكم شي سؤال على شي بطاقه ما عرفتوهاش تقدروا تسولوني في التعليقات. اذا كيف قلنا غادي نديروا موني ديكوفيرت، ان نحط البطاقات ومن بعد غنشرح لكم كيفيه اللعب. اذا بعد ما وضعنا البطاقات في اللوح اللعب ديالهم، اختيار ديال موني ديكوفيرت، كناخذوا البطاقات المكافئين لهم وكنخلطهم كاملين وكنوضعهم جانبا. بالنسبه للاعبين فحنا كنوزعوا 10 بطاقات، لاعبين وثلاث لاعبين كنوزعوا 10 بطاقات. بالنسبه لاربعه وخمس لاعبين كنوزعوا 9 بطاقات. بالنسبه لسته وسبع لاعبين كنوزعوا 8 بطاقات. وبالنسبه ل 8 لاعبين كنوزعوا 7 بطاقات. حنا دابا عندنا 4 لاعبين، غادي نوزعوا 9 بطاقات لكل لاعب. نضع البطاقات المتبقيه جانبا. كل لاعب كيسحب البطاقات ديالو، كيشوف البطاقات ديالو، كيختار واحده كيوضعها امامه، والباقي كيدوزو للاعب اللي على اليمين ديالو او على اليسار ديالو حسب اختيار ديالكم. نفس القضيه يقوم بهذا اللاعب، غيدوز البطاقات للاعب على اليمين ديالو، هذا اللاعب يقوم بنفس العمليه، وهذا اللاعب يقوم بنفس العمليه. اذا بعد ما قمنا بهذه العمليه كل شيء كي يقلب البطاقه اللي اختارها في نفس الوقت، وكيطبق التاثير ديالها ان كان لحظي، ان كان التاثير ديالها تيكون في نهايه الدور فاحنا حتى نهايه الدور وكنطبقوه. اللعبه فيها ثلاث ادوار، بعد نهايه كل دور كنحسبوا النقاط، والدور ينتهي عندما تنتهي البطاقات، حيت عاوتاني غنعاودو نهزو البطاقات، غنختار بطاقة وندوز ثاني البطاقات اللي على اليمين ديالي حتى يتقاداو 9 بطاقات. هذا هو نهاية الدور الأول، كنحتاسبو النقاط وكندوزو الدور الثاني بنفس الطريقة والدور الثالث بنفس الطريقة. إذا على أي أساس نختار البطاقات ديالي؟ على حسب التشكيلة ديال البطاقات اللي عندنا. فاحنا أول حاجة عندنا هي سوشي. سوشي إلا كان عندك بطاقة من فئة النقطة فأنت ربحتي نقطة في نهاية الدور، كاين نقطتين كاين ثلاث نقاط. عندنا تيماكي،
تيماكي كيقول لك اكثر لاعب عنده بطاقه التيماكي ياخذ 4 نقاط، واقل لاعب عنده بطاقه التيماكي ياخذ ناقص 4. فهذه اللعبه دائما في حاله التساوي، فكل شيء قال اللاعبين كياخذوا اكبر عدد، او لو كان تساوي في اقل عدد تما ياخذوا اقل عدد. فمثلا نفترضوا انا مثلا عندي تيماكي عند نهايه الدور، ماشي دابا، انا عندي تيماكي وهذا عنده تيماكي وحده، فاحنا بجوج غناخذوا 4 نقاط، وهاد اللاعبين عندهم 0 تيماكي فهما بجوج غياخذوا ناقص 4 نقاط. هذه في حال تساوي. نفترضوا مثلا انا عندي جوج، هذا عنده واحد، هذا عنده واحد، هذا عنده 0، فانا ناخذ 4 واللي عنده 0 هياخذ ناقص 4. نمروا الان للثانيه اللي هي الوازابي. الوازابي عنده تاثير لحظي وتاثير في نهايه الدور. التاثير اللحظي تيقول لك كتحط الوازابي والبطاقه الجايه اللي غتهزها ديال السوشي فانت كتوضعها عليها، البطاقه الجايه كتوضعها عليها، هذيك البطاقه كتولي مضروبه في 3. فمثلا نشوفوا شي بطاقه وصابي هنا. بالنسبه لي سوبليمون غتيكونوا غير 3 بطاقات، هذاك الشيء تيكون نادرا، يعني حتى في البطاقات ما جاوش عندنا، ما تفرقوش. قلبوا على شي وصابي هنا، هاي نفترض ان عندي وصابي هنا، حطيتها عندي في التشكيله ديالي ومررت البطاقات. من بعد لاحقا خديت سوشي ديال نقطتين وحطيت عليها بطاقه الوازابي، فسوشي ديال نقطتين ولات كتساوي سوشي ديال 6 نقاط، اي انها تضاعفت 3 مرات. هذه هي بالنسبه للوازابي، يعني تاثير لحظي الوقيته اللي غتجي عندك بطاقه ديال السوشي تضاعف منها، والنقاط كيتجمعوا في نهايه الدور. عندنا البطاقه اللي تابعها اللي هي موني كيقول لك الا جات عندك بطاقه موني حتى هي كيف هي، مثلا بطاقه موني وضعتيها في الدور ديالك، يعني قلبتيها وضعتيها مزيان، كتاخذ 4 بطاقات من البطاقات الغير ملعوب بها، يعني نهز 4 بطاقات مزيان، نختار وحده من هادو. نفترض مثلا اختاريت بطاقه السوشي نوضعها هنا، وهذه نتخلص منها خارج اللعب كتعوضها، والبطاقات اللي بقاو عندي 3 في يديا حتى هما كنتخلص منهم خارج اللعب. بالنسبه لبطاقه موني ما كتكونش ملي كيكونوا عندنا 7 لاعبين و 8 لاعبين، حيت كاينين بعض قلت لكم قبيله بعض البطاقات ما تيكونوش دائما اللي منهم الموني، ما تيكونوش في 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 7 و 8، تيكونوا من 2 حتى 6. البطاقه اللي تابعها اللي هي اور دوفر طوفو. الا كانت عندك بطاقه واحده ديال الطوفو في نهايه الدور فانت عندك نقطتان. الا في نهايه الدور عندك جوج ديال الطوفو عندك 6 بطاقات، الا عندك 3 او اكثر فانت كتاخذ 0 نقطة، يعني الوقيته اللي تكون كتهز تختار البطاقات فانت خصك تكون حذر. الا خديتي توفو في البدايات وبقى يلاه خديتي 9 بطاقات وبديتي كتعمر في اللي توفو عندك فانت كتغامر، لانه في الاخر تقدر طيح فيك شي توفو في اخر الجوله، ولا وصلتي 3 فانت كتاخذ 0 نقطة. في الاخر غنديروا مثال ديال 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 الحساب النقاط. عندنا طومبورا. طومبورا كل ما كانوا عندك بطاقتين من طومبورا كتاخذ 5 نقاط في نهايه الدور، يعني الا كان عندك 4 تاخذ 10 نقاط. جيوزا الا كانت عندك وحده فانت عندك نقطه، كان عندك 2 3، كان عندك 3 6، كان عندك 4 10، كان عندك 5 15 نقطه، هي اكثر حاجه تقدر تجمعها في جيوزا. واخر حاجه عندنا ديسير. القاعده في الديسير دائما ثابته، نحتسب النقاط في الديسير في حاله انتهاء الدور الثالث، يعني في نهايه الدور الاول كنحتفظوا بالديسير اللي جمعناه، في نهايه الدور الثاني كنحتفظوا بالديسير اللي جمعناه، في نهايه الدور الثالث هي اللي كنحسبوا النقاط اللي عندهم علاقه ب الديسير. هنا تيقول لك عند نهايه اللعبه، اي عند نهايه 3 ادوار، الا كان عندك 4 بطاقات من كلاس ماتشا فانت عندك 12 نقطه، يعني مثلا الا كان عندك 8 ديال كلاس ماتشا فانت عندك 24 نقطه. هذه القاعده الاولى بالنسبه للديسير. القاعده الثانيه في الديسير هو اننا ما كنلعبوش بجميع البطاقات. في الاول في الدور الاول فاحنا كيكون عندنا في الباكي اللي قمت بخلط ديالو درت غير 5 بطاقات، في الدور الثاني غنزيد 3 البطاقات، في الدور الثالث غنزيد بطاقتين. هذا بالنسبه من 2 حتى 5 لاعبين. اما الا كنا 6 حتى 8 لاعبين فاحنا في الدور الاول كنديروا 7 بطاقات، الدور الثاني 5 بطاقات، الدور الثالث كنديروا 3 بطاقات. نمروا الحساب مثال ديال الحساب في الدور الاول. بعد نهايه الدور كل لاعب حصل على 9 بطاقات، كيف قلنا في الاول كان عنده 9 بطاقات لكل لاعب،
كنبقاو ندورو بيناتنا، كنختار بطاقة كندوز لي تابعي، كنبين البطاقة، كنختار بطاقة جديدة كندوز البطاقة اللي تابعني، وهكذا حتى تنتهي 9 البطاقات كاملين، أي كل واحد يحصل على 9 بطاقات. عند نهاية الدورة نحسبو النقاط. نبداو بهذا اللعب اللي هو اللعب البنفسجي. نفترض أنه لعب بنفسجي، عنده جوج جيوزا تجيب ليه 3 نقاط، واحد جوج ثلاثة، عنده تيماكي منها بطاقتين، تيماكي كنشوفو أكثر واحد وأقل واحد، أكثر واحد هو هذا اللعيب، هو هذا اللعيب ياخذ 4 نقاط، أقل واحد هو هذا اللعيب ياخذ ناقص 4، يعني هذا ما غادي ياخذ لا زائد لا ناقص بالنسبة للتيماكي بحال ضاعوا ليه. بالنسبة للطوفو عنده بطاقة واحدة يعني نقطتان، واحد جوج، وعندنا في السوشي 4 واثنان هي 6، هي 10 نقاط بالنسبة للعيب الأول في الدور الأول. اللعيب الثاني اللي هو اللعيب مثلا الأحمر، جوج جيوزا جابت لي 3 نقاط، واحد جوج ثلاثة، عندنا هو الأول تقاسما مع هذا اللعيب في التيماكي يعني ياخذ 4 نقاط، واحد جوج ثلاثة أربعة، عندنا 3 نقاط في السوشي مضروبة في 3 ديال الوزابي اللي هي 9، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وعندنا جوج ديال الطومبورا اللي هي 5 نقاط، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. نمر على اللعب الثالث اللي هو نفترض أن اللعب الأخضر، عنده في الديسير غلاس ماتشا، غلاس ماتشا قلنا كتحتسب حتى لنهاية الدور الثالث، يعني الآن يحتفظ بها ما يدير بها والو. عنده 3 ديال الطوفو، كيقول لك عندك 3 ديال الطوفو أو أكثر 0 نقطة، يعني ما يربح عليهم والو. عندنا نقطتان ديال السوشي مضروبة في وزابي في 3 اللي هي 6 نقاط، 6 نقاط. هو القليل في التيماكي تكون عنده ناقص 4، 1 2 3 4، عنده واحدة في نقطة واحدة في السوشي، والجيوزا عنده نقطة واحدة، يعني عنده 4 نقاط. بالنسبة للاعب الأخير عنده 4 نقاط بحاله بحال هذا بالنسبة للتيماكي، 4 نقاط، عنده نقطة في السوشي وثلاثة هي 4، 1 2 3 4، عنده واحدة في الجيوزا، واحدة في الجيوزا، عنده الطوفو جوج هي 6، 6 نقاط، 1 2 3 4 5 6. كيف كتشوفوا الطوفو فهو سلاح ذو حدين، وعنده الطومبورا عنده غير وحده، خاص يكون عنده جوج باش ياخذ نقاط، اي غيتوقف الرصيد ديالو هنا. كنجمعوا جميع البطاقات باستثناء الديسير اللي هو الكلاس ماتشا اللي كاين عند اللاعب رقم 3. ناخذ كل شيء طبيعه الحال، يمكن لكم تعاودوا تفرقوهم من جديد بحيث انه يتوزعوا البطاقات مزيان، ما يبقاوش مجموعين حدا بعضياتهم. انا دابا غنسرع غير باش نشرح لكم. كناخذوا 3 بطاقات من الديسير كنضيفوها للاعب، كناخذوا البطاقات اللي شاطلينا في الاول كنخلطوا جميع البطاقات، وفي الدور الثاني كنفرقوا ايضا 9 بطاقات وكنعاودوا اللعبه بنفس الطريقه. عند نهايه الدور الثاني كنحتسبوا النقاط، كنشوف المتتبع النقاط. في الدور الثالث كنعاودوا نفس الشيء وكنضيفوا بطاقتين ديال الديسير لرزمة اللعب، فرقوا البطاقات نعاودوا اللعب بنفس الشكل. عند نهاية الدور الثالث كنحسبوا النقاط نفس الطريقة. كتبقى لنا حاجة واحدة في نهاية الدور الثالث، كنزيدوا النقاط ديال كلاس ماتشا اللي هما الديسير مثلا هنا. إذا كان عندي 4 كناخذ 12 بطاقة نقطة، كان عندي 5 كناخذ 12 نقطة، كان عندي 8 كناخذ 24 نقطة. هذا هو آخر حاجة كتضاف في الدور الثالث. اما الدور الثاني فهو كيمر بنفس الطريقه ديال الدور الاول. طبيعة الحال ما تنساوش ان كل مره راه مكتوبه هنا في الديسير كاين واحد العدد معين ديال البطاقات اللي خصني نشربو في كل دور. اذا كان هذا هو شرح ديال لعبه سوشي جو بارتي، اللعبه اللي لعبتها مؤخرا بزاف العديد من الجولات. غتستمتعوا بها خصوصا اذا كنتوا عددكم 4 5 6 لاعبين، كاين تفاعل كثير ما بين اللاعبين، كاين حتى 14000 تشكيله ديال البطاقات اللي تقدروا تستعملوا. مع ادخال البطاقات الجديده غتكتشفوا انه كاين تفاعلات ما بين اللاعبين، لعبه ممتازه للتجمعات، ولعبه اللي استمتعت بها انا خصوصا مؤخرا بزاف. اذا الملاحظات اللي باقيين عندي هما الموني والكوموند سبيسيال ما كيتلعبوش بالنسبه ل 87 لاعبين، والكويير والايد دامامي ما كيتلعبوش بالنسبه لاعبين. وبالمناسبه اللعبه بالنسبه للاعبين حتى هي ممتازه. ملاحظه اخرى هي ان البطاقات شويه كاليتي ديالهم جيده، ولكن شويه دغيا كيتقشروا، يعني خصكم تحاولوا تحافظوا عليهم. وحتى لو رونجمون هنا شويه ما مزيانش، خصكم تحاولوا ديرهم بواحد الطريقه بحيث انهم
يكونوا كاملين كومباكتين في نفس البلاصه. اذا كنتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو، ما تنسوناش باللايك شير سبسكرايب. دمتم بخير والى اللقاء.